ما في ليلي جاري ليلي ما في ليل. بعد شوية ما أنا ما أحب أكسر خصوصية أحد. ماذا قالت رحمة رياض لنصيف زيتون قبل زواجه؟ الناس كلها وانطين ذا حب أليكس الحورية الشقرة ما كثير محب الشعر الأسود يحب الشعر الأسود ما حب الشقار عليه يريد شقرة أصلية وما يريد شقرة تقليد خطيرة فرحمة طلت بالشعر الأشقر بتعاونها مع لعبة ببجي موبايل وبهالتعاون قدمت رحمة أغنية آني أساسية وجسدت بالكليب شخصية بلوندي ميرميد بتروي من خلالها قصة الحب والشجاعة فبتحارب من أجل الحب ومنشوفها بمشاهد قتالية لحماية أحبابها كيف تجربتك مع ببجي؟ كان في سيف نبيل ميران فارس انت الاغنيه الوحيده يعني النجم اللي عملوا لها اغنيه ببابجي صح لا في سيف عمل له اغنيه واني ثاني فاتت على الجيم لا انا فاتت ايوه ان شاء الله الناس حبت الاغنيه الفكره حلوه وببجي لعبه انا العبها عاده وخطوه جديده وجريئه خصوصا من بعد ما صرت ام يعني الناس عبالهم راح اضل ام وهيك ومتستته وقاعده لا بعدنا مخابيط بعدنا نشتغل اغاني حلوه ان شاء الله يا رب الناس يكونوا حابيها فالامومه ما عطلت نشاط رحمه الفني شلون تحضري اغنيتين يا ندى عم حضر اغاني رائعين 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 صح طولت بسبب الازمات اللي قاعد نمر بها بالوطن العربي ان شاء الله يا رب تتصلح الامور بس ان شاء الله الالبوم نازل قريبا ومن هون لصدور الألبوم رحمة عم تتصدر الأخبار الفنية باستمرار مثل مؤخراً لما نشرت للمرة الأولى صورة إلها برفقة بنتها عالية من الطائرة لكن دون إظهار ملامح وجهها أمومة يعني بس حطيت الصورة لبنتك على الطيارة ضجت الدنيا بس ما شفنا وجهها حفي إلا أنا بفيديو كل شفنا شفتيها بعد شوية ما أنا ما أحب أكسر خصوصية أحد من بيتي كانت بيبي أو كان حد من أهلي إن شاء الله بس تكبر إذا هي حابة تطلع على السوشيال ميديا هي حرية شخصية يعني وقبل الولادة كانت رحمة نزلت ما في ليل مع نصيف زيتون اللي حقق نجاح كبير رجعوا الكل لذكريات صداقتهم بستار أكاديمي وبما أنه نصيف عريس جديد سألنا رحمة إذا هنأته بزواجه من دانيال لرحمة أكيد باركت له وباركت لدانيال لأصحابي أحبهم مبسوطة لهم قد الدنيا أنا أكثر وحدة كنت أقولهم يلا خلصونا تزوجوا فإن شاء الله يا رب الله يسعدهم حبايب قلبي أنا أحبهم هواية وإن شاء الله يا رب دائما يكونوا مبسوطين وسعيدين ما في ليلي جاري ليلي